السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا أصحابي؟ النهاردة بنكمل مع بعض شرح الماس برايمري 3 أو الصف الثالث الابتدائي ترم 1 الترم الأول طبقا لآخر تعديل حصل على المنهج. والنهاردة هنبتدي نشرح lesson 19 و20 و21 و22 كمان، وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا lesson 19 و lesson 20 عنوانهم commutative property of multiplication. commutative يعني تبادلي، property خاصية، multiplication زي ما احنا عارفين عملية الضرب، يعني الخاصية التبادلية بتاعت عملية الضرب. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا مثلا لو ضربت 3 times 2 او 3 في 2 هتساوي equal ايه؟ equal 6. طب لو ضربت 2 by 3 او 2 times 3 هتلاقي برضو ايه؟ نفس البرودكت او نفس حاصل عملية الضرب equal 6. فلو بدأت ب 3 by 2 هي بتساوي 2 by 3. يعني لو بدلنا الرقمين مع بعض هنلاقي نفس البرودكت أو حاصل الضرب هو في الآخر. برضو لو قلت 3 by 2 أو 3 في 2 أوكي equal 6 زي ما احنا عارفين، دي معناها لو فسرناها على إنها عملية addition أو عملية جمع هيبقى معناها إن احنا بنجمع التو على نفسها 3 times أو 3 مرات. فهنقول 2 plus 2 plus 2 هيساوي أو equal 6. فده معناه إن إحنا ممكن نجمع الـ 2 على نفسها 3 مرات، أو لو عملناها بعملية المالتيبليكيشن هنضربها times 3 أو by 3 هتساوي برضو أو equal 6. فده معنى درس النهاردة. تعالوا نقرأ الأمثلة ونوضح الموضوع بالأمثلة، لأن الأمثلة بتسهل الموضوع بشكل كبير، ونحل كمان بعض الإكسرسايزز على الدرس ده. فهنا بيقول لنا في الكتاب This array is two rows of three. يعني المصفوفة دي متكونة من two rows، صفين، of three يعني كل صف منهم أو كل row منهم في three objects أو ثلاث عناصر. one two three ودي صف الثاني، فهو إيه؟ two rows of three، three in each row. فلو عملناها بالaddition هنقول إيه؟ three plus three equal six. لو عملناها بالmultiply هنقول two times three equal six. ده المقصود، وده الطريقة بتاعت حل. عندنا كام object في الأري دي، أو عندنا كام عنصر في المصفوفة دي. الناحية التانية برضو بيوضح لنا بمثال تاني وبيقول لنا This array المصفوفة دي 3 rows of 2 يعني 3 صفوف كل صف منهم فيه 2 objects أو عنصرين. لو عملناها بالaddition هنقول 2 plus 2 plus 2 equals 6. لو عملناها بالmultiply هنقول 3 times 2 equals 6. بالتالي هنا عرفنا عدد الobjects في كل array منهم أو كل مصفوفة منهم عن طريق الaddition وعن طريق الmultiply. إزاي بقى الكوميوتاتيف بروبرتي موجودة في المالتيبليكيشن، أو إزاي خاصية التبادل موجودة في عملية الضرب؟ زي ما قلنا ممكن نغير مكان الفاكتورز أو العناصر الضرب من مكانها، بس هي نفس العناصر، هيطلع عندنا نفس البرودكت أو نفس حاصل عملية الضرب. هنا بيقول لنا الكلام ده، وبيقول لنا هنا The factors can be multiplied، العناصر بتاعت عملية الضرب ممكن تتضرب in any order، بأي ترتيب، and their product وحاصل عملية الضرب
is the same، هيكون نفس الحاصل. So لذلك 2 by 3 أو 2 times 3 يعني 2 في 3 equals 3 times 2 بتساوي 3 في 2 equals 6، وده اللي احنا قلناه في الأول خالص بتاع شرح الدرس. أتمنى كده إن الموضوع يكون واضح. تعالوا نحل الاكسرسايزز اللي تحت دي علشان برضو نهدم الموضوع بشكل كامل. عندنا هنا بيقول لنا write how many، اكتب كم عدد. write the multiplication sentences، sentences يعني جمل عملية الضرب. فعندنا هنا ادي array، الاراي دي فيها كم رو؟ 4 rows، 1 2 3 4 rows، يبقى هنكتب هنا 4 rows of كم objects؟ 3 objects، 3 objects 1 2 3 يبقى ايه 4 rows of 3 اللي هي 3 objects. يبقى عندنا المفروض هنضرب كام في كام؟ 4 multiply 3 4 multiply 3 equal 12 equal 12. يبقى عندنا 4 rows وكل row فيه 3 objects، يبقى اللي عندنا how many objects، عندنا 12 objects. عندنا هنا برضو نفس الاراي بس احنا غيرنا عدد الاوبجكتس كل رو، فهنا عندنا كام روز؟ 3 روز، 3 روز، يبقى نكتب هنا 3. كل رو فيه كام اوبجكت؟ 4 اوبجكتس، 4 اوبجكتس 1 2 3 4 يبقى 3 روز اوف 4 اوبجكتس. يبقى نضرب كام؟ هنضرب 3 multiplied 4 equal 12. يبقى عندنا برضو 12 objects، بس هنا احنا بدأنا ب 3 زي ما قلنا لان هما 3 rows مش 4 rows، وزودنا عدد ال objects فبقى كل row فيه 4 objects. فهنا بيقول لنا what did you notice، انت لاحظت ايه؟ فهنقول طبعا 4 by 3 equals 3 multiplied 4 أو 4 أو 3 by 4. كده احنا عرفنا يعني ايه commutative property أو خاصية التبادل بتاعة المultiplication أو عملية الضرب. لو بدأنا بأي factor من الفاكتورز وغيرنا مكانهم بس في المultiplication sentence هيطلع عندنا نفس البرودكت أو نفس حاصل عملية الضرب، لأن هي نفس العناصر بتتضرب في بعضها. عندنا الاكسرسايز 11 ده هوم ورك. هوم ورك جميل في الموضوع ان الاكسرسايز كتيره وهتساعدك ان انت تحفظ وتفهم الموضوع وتهضمه بشكل كامل. لو في اي حاجه وقفت قدامكم يا ريت تبعتولي علشان اقدر أجاوب عليها. تبعتولنا على الصفحة بتاعتنا على الفيسبوك هنقدر نجاوب عليها إن شاء الله على طول. وطبعا إحنا كده خلصنا شابتر 2 أو الفصل الثاني، لأن كل شابتر فيه 10 lessons أو 10 دروس، وهناخد أول درسين في شابتر 3 زي ما قلنا. عندنا شابتر 3 أهو نبتدي ناخد lesson 21 و lesson 22. ادي lesson 21 و lesson 22. ادي lesson 21 و 22 solving multiplication story problem، حل مسائل كلامية او قصص كلامية خاصة بعملية الضرب. فاحنا دلوقتي احنا عرفنا خلاص المالتيبليكيشن وعرفنا كل خصائص المالتيبليكيشن وازاي حتى لو غيرنا مكان الفاكتورز او العناصر بتاع عمليه الضرب من مكانها برضو نفس البرودكت هيطلع عندنا، مش هيحصل اي تغيير في البرودكت او في حاصل عمليه الضرب. دلوقتي بقى نبتدي نحل مالتيبليكيشن ستوري بروبلمز او قصص فيها مسائل خاصه بعمليه الضرب. فعندنا هنا بيقول لنا مثلا إيمان have three plates، إيمان عندها
ثلاث أطباق. There are two oranges, في اتنين برتقالة. In each plate, في كل طبق زي ما احنا شايفين قدامنا. How many oranges are there in all, في كام برتقالة معها؟ طبعا احنا نعمل هنا ايه؟ هنضرب طبعا عدد الاطباق وكل طبق فيه كام برتقالة، فبالتالي هيبقى عندنا هيدينا ال total amount بتاعت ال oranges، او عندنا كام orange، فهنضرب 3 by 2 هيدينا 6. فبيقول لك ان انت علشان خاطر تحل اي multiplication problem، اول حاجة understand، تفهم هو بيقصد ايه بكل كلمة موجودة في الستوري اللي بيديها لك. تاني حاجة plan، خطط في عقلك هتحل المسألة دي ازاي. تالت حاجة solve طبعا، او حل على طول. فطبعا هنا ادي الحل بتاعنا 3 by 2 equal 6 زي ما احنا قلنا. وطبعا هنا بيسهل عليك الموضوع، بيقول لك لو انت ما قدرتش تضربها على طول تقدر تستخدم repeated addition اللي احنا خدناه المرات اللي فاتت، فتجمع 2 plus 2 plus 2 زي ما عرفنا قبل كده، كل plate فيه 2 oranges فيدينا 6 oranges زي ما قلنا قبل كده. وطبعا ال skip counting اللي احنا خدناه برضو الدرس اللي فات، ممكن تقول 2 لو زودنا عليها 2 هيبقى 4، لو زودنا عليها plus 2 هيبقى 6، هي نفس الموضوع. المهم ان احنا عرفنا نحل المسألة دي ازاي. تعالوا بقى نحل بعض الـ exercises التانية. وعندنا هو ده الدرس بتاع 21 و 22، والموضوع سهل جدا. تعالوا نحل بعض الـ exercises اللي مفروض ناخدها homework علشان خاطر نهدم الموضوع، وهيكون باقي الـ exercises homework عليكم. فعندنا هنا مثلا في الـ problem دي بيقول لنا هنا match each problem، أو وصل كل مسألة to the suitable multiplication sentence، بجملة عملية الضرب المناسبة. فهنا عندنا أول sentence، فهنا عندنا أول problem بيقول لنا هنا جنى bought 3 packets of ping pong balls. جنى اشترت 3 عبوات من كرات البينج بونج. each bag، كل عبوة have 5 balls، فيها 5 كرات. How many balls are there؟ عندنا كام كرة بينج بونج في العبوات اللي هي اشتريتها؟ 15. ليه عملنا ايه؟ ضربنا 3 × 5 = 15، صح؟ دي الملتيبليكيشن سنتنس بتاعتها. احنا لسه ما بصناش الناحيه الثانيه هنوصل بايه، بس احنا بنحلها الاول علشان نعرف هنوصلها باي اختيار الناحيه الثانيه. هنا بيقول لنا اندي داونلودد 3 جيمز، اندي حمل 3 العاب. اونتو هيز تابلت، على التابلت بتاعه. the next day، في اليوم التالي. هي داونلودد 3 مور، هو حمل 3 تانيين. How many games has he downloaded؟ هو حمل كام لعبة بقى في المجمل؟ هنقول ايه؟ 3 games by 2، فتلاتة في 2 هيبقى عندنا كام؟ 6 games. احنا كده عرفنا دي الملتيبليكيشن سنتنس، او جملة عملية الضرب، عشان لما نيجي نوصل الناحية التانية نختار الإجابة الصح. طيب الستوري الثالثة بتقول لنا هنا a guitar has 6 strings، الجيتار فيه 6 أوتار. how many strings are there in 2 guitars؟ في كام بقى water في 2 جيتار؟ طبعا الواحد فيه 6 strings، يبقى هنضرب 6 × 2 guitars هيبقى عندنا كام؟ 12 strings، ويبقى هي دي الملتيبليكيشن سنتنس. اخر حاجة عندنا هنا there are 5 apples in a box، في 5 تفاحات في الصندوق. how many apples in 2 boxes
كم تفاحة في 2 boxes؟ طبعا هنا هنعمل multiply 5 times 2 هيبقى عندنا كام؟ 10 10 apples. هتلاقي عندك الناحية التانية دي المفروض الاختيارات اللي انت هتوصل بيها، فانت هتشوف بقى كل problem من problems دول وانت كاتب حلها تحت منها المفروض توصله بأنهي اختيار، وبالتالي هتوصل صح وتبقى حليت الاكسرسايز صح وما فيش اي اخطاء. طبعا عندنا هنا في اكسرسايزز تانية، ده هوم وورك علينا. هوم وورك هوم وورك. وبكده نكون اخدنا لحد نهاية lesson 22 او الدرس 22 في كتاب المعاصر صفحة 126 او صفحة 126. اتمنى ان انت تكون استفدت من درس النهاردة. لو اعجبك الدرس اعمل لايك، اتمنى الاقي 1000 واحد استفادوا او 1000 لايك تحت الفيديو الاهم ان انت تشارك الدرس مع اصحابك علشان الكل يستفيد. ما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعة بتاعتنا كمان، انا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.